في الإسلام بالعود أو لهذا مجموعة الإخوة ردوا عليه وكأننا نتداول مشكل سياسي ولا لا راهم اللي جمعنا سياسة هو سؤال الأحزاب ديالنا راهو في الإخوان اللي كياخذوا مواقف سياسية مع المعارضة ولكن هادشي جلا لهم بشكل وهنا ما ضرر بموضوع الدار الخوينية واللي فيها واحد مجموعة النقاط اللي أعتقد أن تخص الرئيس هو الأول قبل ما تكون كتب من الأعضاء واللي المفروض خصو هذا الدار الخوينية اللي عليها سيمون قبيلة ديال 98 فجميع النقاط هذا هو الرئيس فإذا نقل مثلا نقطة الاستدعاء والأخطاء المرتكبة في الدعوات فكأعتقد أن الرئيس هو أول من يحتاج إلى تكوين قانوني وشرعي.